بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نهضروا على فتح الحدود بتفاصيله. أول شيء، علاش الحدود بقى مشدودة؟ الثانية، البحث العميق اللي وصلنا له باش نعرفوا الحقيقة ديالها علاش. ومن بعدها تجي المغرب غلقها على إسبانيا، ولا إسبانيا اللي شدتها، وتجي إسبانيا اللعبة ديالها والأوتار اللي لعبت عليها باش تضغط على المغرب. ونهضروا على المظاهرات اللي في كل مكان لفتح الحدود. تبعوا معايا نقطة بنقطة وردوا عليا برأيكم، لأن بغينا نشاركوا الآراء باش نوصلوا الحقائق اللي وصلنا لها دابا. كثرة الأخبار وطول الأمل، كل مرة تشوف واحد طلع لك بفيديو غادي يفتحوا نهار كذا، غادي يفتحوا قالوا نهار 7 من بعد، لا ماشي نهار 7 هذيك الطيارة، غادي يفتحوا نهار 12، لا ماشي نهار 12، حتى 19 من بعد، لا غادي يفتحوا حتى المارس، وتا حاجة يقينية ما كايناش. والناس يعني كتبقى مخربقة، يعني مخلقة ما عارفاش شنو غادير، واش كتسناه واحد معمر الطوموبيل ديالو كيتسناه، واحد معمر الكاميو ديالو كيتسناه، واحد معمر الفان ديالو كيتسناه، ولادو اليوم غدا لا غيفتحوا، السيمانه الجايه لا غيفتحوا، يعني ماشي سهله تبقى تسنى ما عارفش غادي دير. يعني الا كانت واضحه ما غاديش تفتحوا، اي نشوف ندبر شي حل اخر مهما تفتح، حل من حلول الطياره نمشي، ولكن تخليني في الوسط لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، هذه مشكله، لازم الوضوح في هذا الشيء هذا. يعني وكاين عندنا شح في المعلومات، شح في المعلومات اللي يعني كتوصل للنقطة، كتوصل للضربة القاضية، باش نعرفوا بالضبط شنو كاين هذاك. كما الأقوام الأخرى احتمال كاين فيه تقصير من بعض الناس اللي وصلوا لهذه المعلومات هذو، ولا يديروه، واللي كنسمعوا بمظاهرات في كل بلاصة، يعني كنبقى حاير واش يعني أنا مع هذه المظاهرات ولا ضد المظاهرات، واش المظاهرات غتوصلنا لشي حاجة ولا ما توصلناش. إلا فهمنا الموضوع بتفاصيله غادي نوصلوا لشي حل وغادي نقتنعوا إن شاء الله ونتحركوا. الحيرة وصلتنا، ما عرفناش من غنبداو، من هنا ولا من هنا. الإخوة اللي واقع هو بعد البحث العميق في هذا الموضوع هذا بلغات شتى، بغيت نوصل نفهم يعني علاش شنو واقع. نبقى غير نسمع كل مره خبر ومن بعد كيجي خبر اخر كينقضوا في هذه الدوامه، نبقاو ندورو فيها تغداو بعدو وعاد ما نوصل حتى لحاجه. وصلنا بان وراء هذا سميتو كاين واحد التوتر ما بين اسبانيا مدريد وما بين المغرب الرباط، توتر في العلاقات، وكاين ضغوط من الجانبين، كل واحد باغي يربح المعركه في الصالح ديالو، او في الاغلبيه في الصالح ديالو. الا ما ربحهاش كل 100% ربحها واحد النسبه مئويه عاليه بزاف. ما عندهاش علاقه هذا غلق الحدود اللي مشدوده دابا، ما فتحوهاش الحدود البحريه، ما عندهاش علاقه لا بكورونا ولا بمورونا ولا باي وباء اخر، ما عندها حتى شي علاقه. هي العلاقه هي السياسه فقط، توتر ما بين المغرب، يعني قلنا المغرب هي حنا، ما بيننا حنا واسبانيا. علاش؟ بان اسبانيا دخلت ذاك المره الرئيس بوليزاريو، دخلته واخا ولو باسبور مزور، ولكن في الحقيقه كنت توقع منها دير شي حاجه، دخلت باسبور مزور تقول لي هاد الستره تستر موراها ودي غير باسبور مزور، واش دوها سيدي وخدموه للعداله. هذا اللي شعل الفتيل الاول، دخلات اسبانيا ما متوقعاش ردت المغرب كيفاش غتكون. المغرب هو اللي بادر باش يغلق الحدود مع اسبانيا، غلقنا الحدود معها، كان الوباء راه فتحنا اللي فات في الصيف، راه فتحنا اسبانيا والطاليان، ما فتحناش فتحنا فرنسا والطاليان، ولكن ما فتحناش الحدود ديال اسبانيا. علاش؟ لحقاش التوتر باقي تما، واسبانيا مجروحه بزاف اقتصاديا بهذا الاغلاق اللي شدينا عليهم. نعم حتى حنا مضرورين، وخاصه المهاجرين،
مهاجرين اللي كيسوقوا الطوموبيل ديالهم قدام مضرورين، لان غنخلص الطياره غندي قلد الباجاج وغنكون مزير في الوقت وغاليه وبزاف. نعم حتى المغاربه اللي تما يعني الشعب المغربي حتى هو مضروري، الا ما مشيناش بالطوموبيل ديالنا، الا مشينا بالطوموبيل كنعمروا الطوموبيلات بالسلعه بهديه بالهدايا. نعم نعم بزاف المصالح يعني ما بقاتش، الا مشينا في الطياره ماشي بحال الطوموبيل. ولكن ما نساوش اسبانيا والله متضرره اكثر، الجنوب الإسباني فيه الجفاف، جرح عميق، جفاف، لا أوطيلات ديالهم، الأوطيلات ما كيخدموش، الجنوب ديالنا خاويين اللي كنا كنخدموهم من كنرحولنا، ولا ريستورات ديالهم، ولا قهاوي ديالهم، ولا العسل اللي كانوا كيبيعوا لنا، ولا هادي ولا هاديك. المرسى تبكي عليها من تشوفها، خاوية على عروشها. المرسى ديال الجنوب الميريا، كتمشي للناظور كانت في إسبانيا، خاوية على عروشها. حتى هي كي تحاول اسبانيا ترقع حلول ترقيعية مثلا مع دول اخرى جيران دير معاهم حلول، ولكن ما تعوض لهمش الكم الهائل من المسافرين المغاربة اللي كيقطعوا على طرق اسبانيا، والثقل ديال الدوفيز اللي كنحطوا تما ما تعوض لهمش، يعني شد لهم في عنقهم هنايا باغيين يخرجوا من المأزق، كأن صراع ودباز نايض ما بين جوج، واحد قريب يطيح الآخر. راه إن شاء الله إسبانيا قريبة تطيح، قريبة نطيحوها، واصلين 80% في المعركة باش نوصلوا 100%، وحنا نجيو نديروا المظاهرات ونخربوا كل شيء. لعبات في إسبانيا ملي حصلت دابا لعبات على أوتار الحلفاء، لعبت مثلا قالت هي انا من الاتحاد الاوروبي والمغرب بعيد، ارى نلعب على وتر دول الاتحاد الاوروبي، والله ما خدمت لهاش، خسرت لها حتى هي، لان دليل واضح بلا ما نفكر ما ندخلو عميقا في السياسه، ها احنا فرنسا استغلت الفرصه في الخطوط البحريه، طاليان استغلتها، البرتغال كانت تقريبا غتفتح مع المغرب الا حصل ما حصل، ما كيهمهمش، كل واحد كيشوف المصلحه ديالو المصلحة ديالو. إذا إسبانيا بقات فتوش كما كنقولوا، بقات فتوش في هذا الموضوع هذا. شنو دارت إسبانيا؟ نلعب على وتر آخر، حليف آخر قوي من أقوى اللي كيقولوا القوي هو الله، لعبت على وتر الولايات المتحدة، خسرتها حتى هي. المغرب اللي راح طيحها في هذه المعركة هذه، المغرب يعني كيتعجبوا تهم علاش المغرب يعني ربح مساندة لأمريكا وخسرتها إسبانيا، علاش؟ يعني الى كاين تفصيل في هذا الموضوع هذا باختصار شديد، لان الولايات المتحده كتشوف المصلحه ديالها في المغرب اكثر، وكتشوف بان اسبانيا داير لها المشكل مع الدول اللاتينيه، يعني اسبانيا كتتحد مع الدول اللاتينيه اللي هي ضد امريكا بحال كوبا وداك الشيء. ما يهمش هذا الموضوع بعيد، احنا نبقاو في الموضوع ديالنا دابا هنايا. اذا عرفنا بان المغرب هو اللي رابح لحد الان في المعركه، المغرب هو اللي دار المبادره الغد، لان بغينا الفتح. نعم نحن مع فتح الحدود، نعم كلنا مع فتح الحدود، ولكن المصلحه العامه قبل المصلحه الخاصه. والله كنهضر من قلبي، ما نفكرش غير في راسي انا في ولادي باش نربح ذاك 2000 الباوند ما انا في الرحله ديالي، ماشي مشكل، كما صبرنا هذه عامين ولا اكثر نزيدوا نصبروا شويه، راه المعركه قريبه للنهايه. قلت لكم المعركة وصلت 80% ديال الدباز، بقى 21% باش نطيحوهم مقهورين. حنا كنزيدو نضغطوا على الدولة، كنزيدو نضغطوا على الدولة، لا فتحوا لنا الحدود، نعرفوا شنو كاين. انا عارفين ماشي، لا يعني كنزه الدولة كلهم اللي مسؤولين، راه الله ممكن كاينين اللي مقصرين من تما، ولكن اللي كاينين اللي فاهمين اش كيديروا، فاهمين اش كيديروا، نعاونوهم ونوقفوا معاهم، لان اولا واخيرا حنا مغاربة والصحراء مغربية، والصحراء مغربية والصحراء مغربية، وما نسمحوش في الشبر فيها، أنا واحد منهم والله كنهضر من قلبي، ما نسمحش في شبر منها. هذه نقطة من النقط اللي دفعت أنا نعاون الصحراء المغربية، نعاون ماشي لحقاش المصلحة الخاصة ليا باش يفتحوا لي الحدود ولو على حساب بلادي على حساب الوطن، لا، فتح الحدود ليس على حساب هزيمة للوطن ومذلة للوطن أبدا، لأن هذا الشيء اللي بغاوه هما، هذا الشيء اللي بغاوه. بحال اللي شفتي ملي كنا صغار كتشوف خوك كيدابز مع واحد اخر، خوك صغير كيدابز مع واحد اخر، وانا يعني هنشوف الا كان خويا غلبو نخليه يكمل المعركه، خليه يغلبو، والا كان حتى نشوف فين ماشى، الا شفت الاخر بدا كيغلبو اكثر نجي عاد نفرقهم،
وافرقهم لا وشو ما هادشي اللي كديروا ماشي معقول باش نفك خويا من المشكل. خلينا العبوا هذه اللعبه هذه، كونوا مع المصلحه الوطنيه، مصلحه المغرب قبل كل شيء، اللي ننتفعوا منها كلنا. عاد ديك الساعات نشوفوا اسيدي حلوا لنا الحدود، من يحلوا الحدود عاد هضره اخرى عاود. علاش التيكات غاليين؟ علاش اسيدي علاش التيكات البواخر غاليه؟ لان ما تقوليش لا المصاريف، لا المصاريف، انا في بريطانيا كنقطع من هنا لفرنسا المسافه كبيره اكثر، والباطو كيكون خاوي قل بزاف من داك اللي كيكون عامر في المغرب، والتيكات ارخص ارخص بكثير. كان يعني كنشري بالمراتب 20 الباوند انا والطوموبيل الى حدود 9 الناس، الطوموبيل شكون فيها حتى 9 الناس، قليل العائله اللي فيها اكثر من 9 الناس. الطوموبيلات الاكثريه ديالنا كندير الطوموبيل اللي فيها 7 الناس 5 الناس، انت والطوموبيل وكل شيء 20 الباوند 50 الباوند بحال قلتي، نقولوا احنا 20 الاورو 50 الاورو استاه بحال هكا صافي، رخيصه بزاف والسيرفيس احسن والباطو نقي وماشي عامر وكتمشي جالس والكراسه. يعني من بعد غتجي المطالبه بهذا الشيء حتى هي من يفتحوا لنا الحدود، يعني اثمان غاليه خياليه كيحسوا بها المغاربه كاملين كيمشيو لتما، ولكن حنا اللي كنقطعوا البحر 2 مرات كنحسوا بها اكثر. اذا دابا يا اخوه يا اخوه يا اخوه الله يخليكم، صبرا صبرا مهلا مهلا، ماشي اي حاجه بغيتيها كتفكر في المصلحه ديالك، راه كل شيء غادي يدوز. حنا خصنا نربحوا هذه المعركه مع اسبانيا، لحقاش كنشوف انا اسبانيا ظلمات المغرب، ظلماتنا على الاقل تبين لنا موقف، ما تبقاش في الضبابيه، موقف من الصحراء ديالنا. احنا الصحراء ديالنا مشكل، ديالنا مشكل يعني اكثر من 40 عام وحنا في المشاكل، وزائد دخل واحد اللي المغرب كيعتبره اعدى عدو للدوله دخلوا عندها وما دارت والو وطلقاته في الاخر. يعني خليوا المسؤولين ان شاء الله في هذا ندعيوا لهم يربحوا، يا رب يوفقهم يا رب يوفقهم. الصبر شويه والفرج قريب، والماتش قريب يتقاضى، والنصر قريب ان شاء الله، ونهزوا رايه النصر في ذاك الوقت ونقول لهم فتحوا لنا مرحبا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكتبوا لي لتحت الله يخليكم، إذا كان أي تعليق مرحبا بكم.